يعني حاولت أدافع عنه كان هياخدني في سكته. يعني يرضيك يا مولانا واحد زي ده ما يكملش تعليمه ويبقى عالم من علماء الأزهر؟ انت نفسك شهدت له قبل كده كذا مرة. وهو العالم يعني لازم يدخل معهد؟ عندك الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والسيوطي والعلماء الكبار دول كلهم كانوا دخلوا معاهد ولا خدوا شهادات. يابا لو جبت لي الكتب هذاكر لوحدي وربنا يقدرني. يعني مفيش فايدة لو قدمنا له مظلمة؟ الحكومة راكبة دماغها. النهاردة في الجريدة النحاس باشا بيقول لهم لازم ترجعوا المفصولين وتفرجوا عن المحبوسين. يمكن ياخدوا بكلام. هياخدوا بكلام المعارضة، ده ده اللي بيخليهم يعندوا أكتر. الأمر لله، اللهم الاعتراض. اصبر انت بس، مين عارف بكرة هيحصل ايه؟ وانت يا أمين تذاكر السنة كأنك داخل الامتحان. عليه العوض. هات له انت بس كتب البكالوريا يذاكرها في الدار، وربنا قادر يغير الأحوال. مين عارف مش جايز الحكومة تسقط ويجي النحاس باشا. يا ريت يابا يا ريت. ايوه، وساعتها هنقول لك وصي علينا أمين.